مساكم الله بالخير، والله يعطيكم العافية. فيديو جديد وسيارة جديدة. اليوم سيارتنا من كاديلاك الغانم سي تي 5 2020، وهذه قصة جديدة بالكامل. راح نتكلم عن مواصفاتها الحين بالتفصيل إن شاء الله. محرك السيارة 4 اسطوانات سعة 2.0، يولد 237 حصان و350 نيوتن من العزم، طبعا تيربو تشارجد. وسيارة ناقل السرعة فيها 10 سرعات ونظام الدفع فيها خلفي. عادة بنهاية الفيديو أقول لكم عن سعر السيارة وكفالتها، بس اليوم أنا أشوف فيها هالشيء مميز بالنسبة حق فئتها ومنافسينها، فراح أقولها بداية الفيديو قبل تجربة القيادة. السيارة سعرها يبلش من 14,000 دينار كويتي، وكفالتها 5 سنين أو 100,000، والصيانة المجانية 5 سنين أو 100,000، وعليها خدمة الطريق 5 سنين بعد. أشوفها شيء وايد مميز. عجلات السيارة 19 إنش، والسيارة فيها 4 كاميرات دار مدار السيارة، بالإضافة إلى كاميرا للمراية الخلفية. دبة السيارة حجمها معقول، وتقدر أنك تنوم الكشنات الخلفية علشان تحط أغراض إذا كانت وياك أغراض طويلة، والدبة تفتح عزكم الله بحركة القدم وبرموت السيارة ودقمة داخل السيارة. قاعدة السيارة في الخلف مريحة، مساحة الريل ممتازة عزكم الله، مساحة الراس معقولة، ومع وجود البانوراما القاعدة شرحة، وفيها تكييف خلفي ومنفذ USB Type-C ومنفذ الكهرباء العادي. بنجرب لكم تسارع السيارة بالأول. السيارة 4 سندر تيربو مثل ما قلت لكم. الحين تجربة القيادة، بس قبل لا نبلش بالتجربة، في بعض الأنظمة التحذيرية في السيارة فيها تحذير من المشاة، إذا في ناس قاعد يمشون قريب من السيارة يعطيك تنبيه، يمكن أنت مو شايفهم، ظلمة بالليل. وإذا بترجع قري الكاميرا تعطيك تحذير أيضا على أن في مشاة أو سيارة، يعطيك يعني الشكل. والسيارة فيها تحذير من الاصطدام، إذا قربت من السيارة لأمامك يطلع لك ليت أحمر على الجام، وإذا هم إذا قربت يعطيك تنبيه أنك قريب الحين من السيارة لأمامك. وتقدر تضبط هذا السيتنج أنك تخلي أن التنبيه يكون إذا السيارة بعيدة أو قريبة مثلا، وتقرأ لك سرعة الشارع وتعطيك أن الشارع تغير الحين، صار 45، صار 100، صار 80. وملاحظها أن تقرأ قبل لا تشوف لوحة، فالظاهر أنه على النافيجيشن شغال هذا النظام. فيها أندرويد أوتو، أبل كار بلاي، وفيها نافيجيشن بلت إن في السيارة نفسها. فيها مود القيادة السبورت والعادي، وفيها أوتو هولد، أنك إذا واقف بالزحمة تشغل الهاند بريك الأوتو هولد، وبس تمشي تدوس بنزين يفصل الهاند بريك. من الأشياء اللي تخلي تجربة القيادة حلوة وسهلة، أول شيء شاشة السيارة كبيرة، الخريطة مثل ما تشوفون تطلع بشكل واضح. لما تشغل الأبل كار بلاي مثلا، تشغل أنت مثلا تفضل الويز أو الجوجل مابس، تعطيك مساحة كبيرة، بالإضافة إلى أن الكاميرات وايد مفيدة وتعطيك تنبيهات مثل ما أنت شايفين لما تمر سيارات، تقول لك الاتجاه اللي جاية فيه السيارات، وتقدر تغير من وضعية الكاميرا. إذا أنت مثلا خايف على الرنك، خايف تحوش مثلا رصيف أو شيء، تقدر تغير الوضعيات تبين لك بالضبط إيش كثر باقي لك مثلا، وأنت على ما تحوش الشيء اللي قدامك. الحين شوفوا باقي بيني وبين الباب مسافة قصيرة، أقدر يعني أتأكد من المسافة اللي عندي بالضبط. بالنسبة لتجربة القيادة، في 3 شغلات تلاحظهم أول ما تسوق هذه السيارة، وفي شغلة لازم أقول لكم إياها، وبكل فيديو أقول لكم هالشغلة وضروري أقول لكم إياها. لما أنا أقول لكم عن هدوء سيارة أو مزعجة، المايك نفسه يلقط الصوت أكثر من الأذن، فالطريقة الوحيدة اللي تتأكدون من صحة كلامي إنكم تجربون نفس السيارة اللي أنا جربتها. بالنسبة حق هذه السيارة، أكثر أشياء مميزة فيها أول شيء الهدوء، راح تلاحظ العزل الأرضي ممتاز، وعزل الهواء هم ممتاز، ونعومة السيارة على المطبات، امتصاصها حق الحفر المطبات وايد حلو ومريح. بالإضافة إلى في شيء قاعد يميز السيارة، هذه المراية إذا تحولها حق الكاميرا هذه تعطيك بعض النقاط العمية، فأنا بالنسبة لي صار لي فترة من خذت السيارة وأنا دائما أسوقها بهالشكل، حسيت أنها أريح بالنسبة لي. في ناس ما يتقبلون هالشيء، بالنسبة لي أنا أتقبل هالشيء. في سلبية واحدة لقيتها بالسيارة لحد الحين ما شفت غيرها بصراحة، صوت المحرك شوي عالي، فئة الأربع سندر اللي معانا يعني يبين معاكم شوي. غير هذه الملاحظة أنا ما لاحظت أي شيء ثاني بالسيارة، واللي يبي محرك 6 سلندر هم موجود عندهم بعد.
طبعا سيارات كاديلاك تتميز بالنعومة والهدوء والراحة، هذا الشيء معروف عنها من زمان، وهذه السيارة نفس الشيء، هالشيء ما تغير ويمكن تطور، يعني زادوا عليه أن السيارة تكون ثباتها أكثر من قبل أيام السيارات الكلاسيك، زادوا التقنيات. السيارة زجاجها الأمامية والاثنين اللي قدام دبل جلاس، فتعطيك هدوء حلو. الساوند سيستم هذه السيارة بوز، والصوت فيه وايد نقي ووايد مميز. البوز مو دائما نفس الشيء، يعني مو بكل سيارة نفس الشيء، بس اللي موجود بهذه السيارة الصوت فيه خيالي بصراحة. بالنسبة للثبات والأمان بهذه السيارة، أنا ملاحظ أن ثباتها عالي، حتى لما بسرعات عالية تبي تدخل منعطفات أو شيء، السيارة وايد ثابتة على الشارع، توازنها مضبوط، وبريكها فوق الممتاز. ما عندي تعليق على هالناحية، من ناحية الثبات يعني. بما أن السيارة 4 سلندر وتيربو، أكيد عندكم تساؤل حول استجابة السيارة. بصراحة استجابتها سريعة، يعني بأي سرعة مثلا تدوس تستجيب سرعة السيارة. سرعتها أنا أشوفها جيدة، يعني مو سريعة السيارة. السيارة حتى تجاوب السكان فيها دقيق جدا، يعني شوف ما تحتاج تلف وايد، السيارة تلف وايد وانت لاف السكان شيء بسيط. فبالنسبة للاستجابة استجابتها ممتازة، ومثل ما قلت لكم السيارة في منها 4 سلندر و6 سلندر، فأنت تقدر تختار المحرك اللي يناسبك. شيء واحد ما أقدر أحكم عليه الحين اللي هو التكييف، لأن احنا الحين مو بالصيف، فما أقدر أحكم على برودته، وأنا عادة ما أحب أمدح شيء وأنا ما جربته. فاللي أقدر أمدحه أن دفع الهواء قوي بالتكييف، وأن السيارة فيها تكييف أمامي وخلفي. غير كذي لو أجربها بالصيف ممكن أقول لكم رأيي، أو اللي مجربها ممكن يكتب بالكومنت رأيه بتكييف السيارة. بنهاية هذا الفيديو أنا بعطيكم رأيي الشخصي بهذه السيارة، وما أدري عاد توافقوني الرأي أو ما توافقوني الرأي. أنا برأيي الشخصي أن السيارة سعرها وايد منافس بفئتها، وكفالتها منافسة. وبالنسبة لنا بالكويت، وكالة كادلك حسب كلام المتابعين أنها مريحة في التعامل، فأنت شاري راحة البال، وأنا أشوفها أنها تسوى السيارة. نشكر شركة كادلك الغانم على اختيارنا، وإن شاء الله راح يكون عندنا تجارب بسيارات ثانية، وننطر السكاليد الجديد على أحر من الجمر نبي نشوفه. أشوفكم على خير.